مرحبا بكم معايا الغزالات، اليوم فلوق جديد من المدينة الحمراء مراكش. الغزاله طلعت للتيراس باش نوريكم واحد نظره شامله من الفوق كيفاش داير هذا الكلوب او هذا الاوتيل. هذا مشو تبارك الله راه كبير وفي مساحات الخضراء متوفره في كل مكان.
الغزالات ديالي رجعت لكم مره اخرى. الحمد لله بعد ما طلعنا ارتاحينا مزيان، نعسنا واحد الساعه وجدنا راسنا ان شاء الله باش غادي نخرجوا. اول شيء غادي نمشيو جهه المسبح، لانه كيقول لك بعض المرات كيقدروا يديروا بعض السهرات، ما عرفتش انا بالضبط شنو غادي يديروا. غادي نضربوا حنا غير طليله خفيفه وعاد غادي نمشيو، ما غاديش نجلسوا، لان الوجهه ان شاء الله من بعد غادي تكون الساحه العريقه العالميه اللي معروفه بها المدينه الحمراء مراكش، واللي هي ساحه جامع الفنا. ان شاء الله ربما غادي نتعشاو تما، لان بعض يعني بعض الاماكن تما عندهم ماكله زوينه، وان شاء الله غادي نضربوا واحد الجوله وبغا نتقداني تما شي حويجات تقليديه نديهم معايا ان شاء الله. المهم هانتوما معايا، فخليكم ونتمنى لكم فرجه ممتعه. Meu velho Donce, o passe compose, Jô Donce, Tia Donce, Ilha Donce. E eu vou! Donce! Ao meu velho de Grimilti, o passe compose, Jô de Grimilti, Tia de Grimilti, Vos avô, vos avô, eles vão. Avec DJ B, DJ Boubou.
Yeah.